لدينا محاولة، كرة قائمة الآن للأمام، ماكرون يتقدم وهذه خطيرة للفريق الآن يعتمد على المرتدات. أوه سيينا بهذا التقدم وهذا القرار، والله الله الله، هدف أول في المباراة لماسيمو ماكروني، الهداف اللي عنده 6 أهداف صاروا 7 والسابع هو في مرمى، لكن تمريرة سليمة أخذها من نص الملعب إطلاقا، المحاصرة غير موجودة، أخذ القرار، سجل تقريبا أكثر أو نص ما سجل الفريق، لكن هدف جميل.